وانا هقول ان في جزئين، جزء صحيح مرتبط بالدول الغنية والمتقدمة، ولكن ايضا هكون امين واقول ان في جزء مرتبط بينا احنا، ان احنا كمان نبقى مستعدين نتحرك بفاعلية وبأفكار تحقق لنا النفاذ لتحقيق أهدافنا. وأنا عشان النقطة دي أشاور عليها وأوضحها كويس، هقول إن إحنا في مثلا في كاب 27 أطلقنا منصة لإسمها نوفي، خدنا من الإي بي آر دي ومن ألمانيا ومن الولايات المتحدة ومن الدنمارك تمويل لعشرة جيجا يمكننا ان احنا في 2030 يبقى عندنا 42% من خليط الطاقة. اذا العمل مش عمل فقط من جانب ان احنا نلقي اللوم على اصدقائنا الدول المتقدمة، واحنا كدول اخرى ما يبقاش عندنا الافكار اللي نحاول نخترق بيها ونحل بيها المسائل وبعد كده نقول اللي احنا بنقوله دلوقتي. نرجع تاني، ده اللي احنا ده اللي حصل. ونفس الكلام وانا بقول هنا بوجه شكر للرئيس للمستشار شولتز، نفس الكلام احنا لما جينا نخش في برنامج اللي عمل اكبر مشروع للقطار الكهربائي في اطار التنميه المستدامه وفي اطار ايضا عوامل المناخ، مجابهه عوامل المناخ من خلال استخدام نظم نقل حديثة تبقى بعيدة جدا عن التلوث وتأثيراته. كان في دعم قدم لنا، ولما قصدنا ان مخاطر الائتمان يتم تمويلها من جانب ألمانيا حصل ده، حصل هذا الأمر وتم تمويل مخاطر الائتمان للقرض ده. القرض ضخم برقم كبير وده تحقق. أنا عايز أقول في النقطة ديت لزمايلنا اللي بيسمعونا وليكوا كلكوا إن الشراكة التعاون هو عمل ومتحرك بين الكل، بين الدول المتقدمة والدول اللي هي النامية واللي بتسعى للنمو والتقدم. طيب النقطة التانية اللي عايز أتكلم فيها هي هل التحدي والخطر واضح لنا كلنا؟ أتصور أنه واضح جدا، مش محتاج. وإحنا شفنا إن لما كان في مخاطر للكوفيد العالم اتحرك إزاي لمجابهته، وحتى لما حصل مخاطر للحرب الروسية الأوكرانية شفنا أيضا إزاي التحرك والإجراءات تم تنفيذها بفاعلية وبحسم. إذن الخطر واضح والإرادة تتحول لإجراءات تمكننا من إن إحنا نتحرك بفعالية. أنا هقول لكم على تجربتي في مصر وباختصار شديد. كان دايما في دولنا اللي هي دول الدول النامية يعني يبقى في وعود كثيرة جدا من جانب القادة للشعوب، يقول له في الانتخابات أنا هعمل لك وهعمل لك وهعمل لك وهعمل لك ويعمل له كل حاجة حلوة. أنا لما جيت في الحملة ما قلتش كده خالص، قلت أنا ما عنديش حاجة أقدر أوعدكم بيها غير العمل والعمل والعمل والصبر، ولم أطلق أبدا مشروع إلا عند افتتاحه. إذن مش عايزين نقول وعود ونتحرك يبقى يتبقى أو ينفذ من هذا الوعد نسبة بسيطة جدا جدا قياسا بحجم الوعد.